ضار من مرامي لفت من الليل ونزيد النهار مش نور ونشمع الدور لفت من الليل ونزيد النهار لفت من الليل ونزيد النهار مش نور ونشمع الدور درد عيال ايش نولي دو الله عمور يا رئيس يا ابو مامور حبك لا محرقني بعض بخور وريم الشمر
لكم شكرا. المتعة ديالكم هي الأولى ودائما نحضر الإبداع ومهرجان عزبية معروف بإبداعي وتقابد الجميلة الرائعة. حمداوي علي هنيئا لجميع الفعاليات المشاركة في هذا المهرجان، النجاح الباهر الذي حققه في هذا المجال بامتياز. هنيئا له وهنيئا للجميع على هذا النجاح الباهر، وشكرا للجميع. ونتمنى ان شاء الله نتمنى تكرر هذه المهرجانات ويكون المستوى المطلوب، ويكون الدعم ديالهم من طرف جميع المؤسسات على الصعيد الوطني او الاقليمي او المحلي او الجاوي، وشكرا للجميع. انضمت جمعية عين سبيلية للفنون الشعبية برئاسة علي حمداوي مهرجان العلاوي في الدورة 14. مهرجان تبارك الله كان ناجح بامتياز، واللي نجحوا بزاف هو الحضور ديال السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم توريت، وكذلك الشركاء المحليين ولا الوطنيين. خلق هذا المهرجان رواج اقتصادي، والحمد لله.